بدأت فكرة لاري مار من إيماني بأهمية الصحة النفسية، خاصة بعد تواصلي مع طلاب الجامعات من شباب وشابات. أول منتج لاري مار هو تطبيق نحو العافية، وهذا التطبيق بيهدف لتعزيز مستويات العافية من خلال قياس مشاعرنا الإنسانية، ثم تزويدنا بمجموعة من الأفعال اللي بتساعدنا على التأقلم مع الظروف الصعبة والمشاعر الصعبة اللي عم نمر فيها. حالياً إحنا محتضنين في مركز التميز اللي دكور اللي تابع للجامعة، وخلال فترة وجودنا استفدنا كثير من منظومة كاملة من الاحتضان. هاي المنظومة سواء كانت من سهولة الوصول للدكاترة أو للطلاب ومشاركة المعلومات معاهم والاستفادة من معلوماتهم، أو مصنع الأفكار بالإضافة للمشاغل الهندسية. حالياً تطبيق نحو العافية موجود على منصة كيكستارتر، وهي منصة كراود فاندينج، وإن شاء الله حيكون متاح مع نهاية الكراود فاندينج كامبين.